شيخنا، أنا معي شخص يدخن سجائر وقمت بنصحه إلا أنه مستمر، فهل علي شيء؟ مع العلم سماحة الشيخ نرى بعض المعتمرين محرمين ويدخنون، فما الحكم؟ دخان معصية وحرام وعليهم إثم، لكنه لا يخل بالإحرام، لكن ينقص الثواب ويأثمون عليه، وعليك بمناصحة هذا الشخص لعل الله أن يهدي، بين له أضراره وبين له أخطار الدخان وكرر معه النصيحة لعل الله أن يهدي. نعم.